السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شوفوا هذا النوع نحل بري، سبحان الله ما شاء الله، يرعى على هذه الازهر تاع الفاسيليا. انظروا جيدا، اول مرة نشوف النوع هذا نحل بري. ثقيل الحركة رغم أني ماسك الزهرة من الساق، ولكن هو انظروا انظروا جيدا، يعني سبحان الله لا أعرف اسم هذا النحل، وإنما هو نحل بري هنا بالهضاب العليا للجزائر، ولما غرست هذه الأزهار تاع الفاسيليا أنواع كثيرة من النحل لم أكن أعرفها بتاتا، يعني تأتي إلى هنا لترى على هذه الأزهار التي تحتوي على حبوب لقاح، فيها كذلك رحيق وحبوب اللقاح. انظروا